اهلا بيكم، تعالوا احكي لكم قصه حب صعب تلاقي زيها. فرح وطارق قابلوا بعض باغرب طريقه، بعد كده حبوا بعض، وزي اي اتنين كان حلمهم ان هم يعيشوا حياه طبيعيه، يتجوزوا ويعيشوا في بيت واحد ويخلفوا، لكن لان الحياه مش بتمشي زي ما احنا عاوزين فكل حاجه حصلت بالمقلوب. فرح انت حامل؟ فرح حملت الاول. انت هتنزليه امتى؟ مش هنزل. ماشي يا فرح. بعدها ساب طارق. انا اسفه يا طارق، انا مصدوم فيك يا فرح. بعدها رجعوا اصحاب. طارق شخص عزيز عليا جدا جدا. بعدها رجعوا تاني يحبوا بعض. انا لسه بحبك يا فرح. بحبك. انا كمان بحبك. بحبك قوي طارق. انا بحبك يا فرح. بعدها اتجوزوا، ويوم فرحهم كان يوم ولا في الاحلام. اليوم النهارده مشي زي ما كنت بحلم ويمكن اكتر كمان. لكن اليوم الجميل ده اتقلب لكابوس. حد يلحقنا يا جماعه طارق. بعدها طارق رجع وقام بالسلامه تاني. برجلك اليمين يا عريس. شفتي وشك حلو عليا ازاي؟ ورجعت قصه فرح وطارق من تاني. عاشوا في بيت واحد. في بيت لوحدنا. اخيرا يا حبيبي. عاشوا حياه سعيده. بحبك يا طارق. زي اي اتنين متجوزين. بحبك. لكن للاسف بعد ما كانت الحياه رجعت تاني طبيعي، طارق مات. اطلب الاسعاف بسرعه. هتوحشنا طارق. تعالوا نشوف فرح هتعمل ايه بعد اللي حصل. يلا بينا.